الحرية والعدالة، النور، البناء والتنمية، الأصالة، الفضيلة، الوسط، الحضارة الإسلامية، الراية، مصر القوية. بعض من أحزاب عرفت طريقها إلى الحياة السياسية في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير. في الأيام الأولى لظهورها بدت متوافقة إلى حد جعلها تبدو وكأنها أوجها مختلفا لحزب واحد. واستفتاء 30 مارس 2011 بدا شاهدا على هذا التوافق. التوافق استمر حتى انتخابات رئاسة الجمهورية في منتصف 2012، حينها بدأ الاختلاف في المواقف في التعبير عن نفسه علنا. حزب النور والوسط تقدم بعضا من هذه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في دعم المرشح الرئاسي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، فيما وقف الحرية والعدالة خلف مرشحه الدكتور محمد مرسي. وانضم لهذا الاتجاه الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الذي تم استبعاده من السباق الانتخابي. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أعادت اللحمة من جديد بين الأحزاب إسلامية المرجعية بوقوفهم خلف مرشح الحرية والعدالة. فاز الدكتور محمد مرسي بانتخابات الرئاسة ليكون أول رئيس مدني منتخب لمصر، وخلال تشكيل طاقم رئاسة الجمهورية من مستشارين ومساعدين، وبعد ذلك خلال تشكيل الحكومة. في هذه الأثناء بدأ الخلاف يدب بين تلك الأحزاب، فحزب النور الذي حل ثانيا في انتخابات مجلسي الشعب والشورى كان له مقعدان بالرئاسة، أحدهما لرئيسه عماد عبد الغفور الذي استقال لاحقا حيث اختير مساعدا للرئيس لشؤون الحوار المجتمعي، والثاني لخالد علم الدين الذي وقع عليه الاختيار مستشارا لشؤون البيئة. رجلان كان لكل منهما علامة واضحة على طريق التوتر بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، فعبد الغفور استقال من رئاسة حزب النور ليعلن تشكيله حزبا جديدا الوطن، ولينتقل معه عدد من قيادات النور وأعضائه. أما علم الدين فقد كان العنوان الأبرز في التوتر بين الرئاسة وحزب النور بإعلان الأولى إعفاء الرجل من منصبه كمستشار للرئيس، وليثور لغط كبير بشأن الأسباب التي كانت وراء القرار، أهي استغلال نفوس كما روج البعض أم دفع لثمن مواقف سياسية كما قال هو نفسه. الرئاسة تجاهلت الغضب فيما أصر علم الدين على الاعتذار الصريح وليعلن لجوءه لتحقيق هدفه. اشتدت مفردات الخلاف بين قيادات الحرية والعدالة والنور، لكن اللافت كان عدم بروز مبادرة للتقريب أو لتجاوز أزمة العلاقة، وبدا واضحا أن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية ومعها حزب الوسط والحضارة وكذلك حزب الوطن والراية أقرب إلى اختيارات الحرية والعدالة، فيما بدا النور في منطقة التحرك وفق ما يرى، فترة يستقل بموقفه بعيدا ولو بدا في ذلك تعميقا للخلاف، وترة أخرى يظهر في المنطقة الوسط بلقاءات مع قادة جبهة الإنقاذ بحثا عن مخارج للأزمة السياسية. وليتأكد الموقف حين غاب النور عن اجتماع ضم 14 من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية استضافه حزب البناء والتنمية الأربعاء 12 يونيو، وليخرج رئيسه ليؤكد أن الأمر ليس معركة بين الإيمان والكفر وأنه ضد الأجواء السائدة. بعيدا عن السياسة، كانت الخلافات حاضرة داخل التيار الإسلامي، ففي الأحداث التي وقعت في مارس الماضي والتي عرفت باشتباكات المقطم خرج بعدها بعض من شباب الإخوان ليعلنوا غضبهم من أسلوب إدارة شيوخ الجماعة للموقف، وحين تعرض أحمد المغير للاعتداء خلال اعتصام بعض من المثقفين في 11 يونيو خرج متحدث باسم الجماعة ليقول أن المغير من المحبين لا من الأعضاء العاملين، وعندها خرجت أصوات من داخل التيار الإسلامي لتنتقد الموقف، ولتظهر عبارة أن الإخوان سيواجهون التيارات الأخرى حتى آخر عضو بالأحزاب والجماعات الإسلامية الأخرى.
الأشراف والأوقاف والهياس والمياس والبطل الذي فينا. جيت الثورة مع دينا وقالوا عني علماني وليبرالي، قاعد في الخيمة مع سالي، معايا نستو وسويتر ودستوري على تويتر وأنتيمي العزيز بيتر وأشعاري حزام ناسف، وده رأيي ومش آسف. علي وعلي وعلي الصوت، علي الصوت ودي الخوف بالشلول، ودي الخوف بالشلول علشانك واقفين لقدرنا. هتعيشي لما احنا خلاص آمنت بالوحدة، آمنت بالوحدة، وبكرة الجاي مش أحلى، وبكرة الجاي مش أحلى، وكل تويتة في تويتة، كل تويتة في تويتة عن الثورة كانت سعيدة، عن الثورة كانت سعيدة. ولما نمنا في الشارع، ولما نمنا في الشارع، صحينا وكنا محلمناش، صحينا وكنا محلمناش، وروح الحلم مش راجع، الحلم مش راجع، ومن مات اتقتل ببلاش، اتقتل ببلاش، ومن مات اتقتل ببلاش. علي وعلي وعلي الصوت، علي الصوت، ودي الخوف بالشعور، ودي الخوف بالشعور، علشان واقفين لقدرنا. هتعيشي لما احنا تكبر ضدي على موتي، تكبر ضدي على موتي، وحلل دمي في الشارع، وحلل دمي في الشارع، وكان سامع اكيد صوتي، وكان سامع اكيد صوتي، بصلي جنبه في الجامع، بصلي جنبه في الجامع، ونشكيلك ونشكيلك ونشكيلك، وندعي ربك الغافر، وندعي ربك الغافر، عشان حبي طلع كافر، عشان حبي طلع كافر. علي وعلي وعلي الصوت، ودي الخوف بالشلوت، علشانك واقفين لقدرنا. هتعيشي لما احنا وبعد الغنوة لو جولي، خدوني أمي تفرح، خدوني أمي تفرح، ومش قلقان يعدولي، ومش قلقان يعدولي، عشان قلبي في إيد صاحبي، عشان قلبي في إيد وصاحبي ده اللي طمنته، وصاحبي ده اللي طمنته، بأشعاري وطول صبري، بأشعاري وطول صبري، ولو مرجعش أمنته، علي وعلي وعلي الصوت. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أهلا وسهلا بحضراتكم، نواصل معكم متابعة حية لخروج شعب مصر، شعب مصر في محافظات مصر في ميدان التحرير. لم يتوقف كثيرا أمام ما قاله مستشار رئيس الجمهورية أن معارض الرئيس 38 ألف أو 37 ألف في مقابل 378 ألف في ربع العدوية. الشعب المصري ما زال حيا، الشعب المصري يقول أنه لن يستعبد بعد اليوم، الشعب المصري غاضب، الشعب المصري مطلع الكارت الأحمر، الشعب المصري بيقول احنا ما بنخافش. التهديد بالمشانق والقتل، هذا نظام استطاع أن يصنع أعداءه بمنتهى الكفاءة، والله لو اجتمع هو وأنصاره على صناعة عدو ما نجحوا، لو أعدائهم جميعا اجتمعوا ما نجحوا
في صناعة أعداء بهذا الشكل حتى اللحظة الأخيرة. يبدو الخطاب متعاليا حادا في مواجهة جموع الشعب لا نعده بالفرد، فكل مصري وطن، وكل مصري حقيقة، وكل مصري صوت، وكل مصري حق. ما ترونه الآن في ميدان التحرير، مئات الآلاف في ميادين مصر، الملايين التي خرجت اليوم تقول للنظام ارحل. نعم، هناك مئات الآلاف في رابعة العدوية يقولون دفاعا عن الشرعية، وترتبك الحروف فتصبح الشرعية والشريعة شيء واحد، ويصبح محمد مرسي والإسلام شيء واحد، فيما نحن أمام خلاف سياسي، أمام غياب عدالة اجتماعية، أمام تدهور في الحريات، أمام تدهور في الاقتصاد، أمام تدهور في العلاقات المصرية العربية، في العلاقات المصرية الأفريقية. يذهب بك بعيدا ويقول لك عودة للنظام القديم. لا يوجد نظام قديم، النظام القديم انتهى. هذا الشعب الذي خلع نظاما ثم أتى بنظام، هذا الشعب هو الذي أتى بالرئيس محمد مرسي، يخرج اليوم ليخرج له الكرت الأحمر. عايزين تفهموا أنه كرت أحمر ولا لا؟ بصوا للناس، في غضب حقيقي؟ آه. مش عارفين تكلموا مع الشعب؟ آه. لم يتغير شيء؟ آه. كل شيء بيسير للأسوأ. احنا النهاردة بنقدم لكم المشاهد غصب عننا. ميادين مصر مليانة. آه. هيئة الاستثمار مجهزة في المدينة في دلوقتي المنطقة الحرة، لجنة قاعدة لمراقبتنا واقفة في زورنا، قاعدة في الحلقوم بتقول آه خد بالك أنا قاعد لك علشان في ثانية هقفلك. اقفل سيادة الوزير، اقفل سيادة الوزير، لن نقول غير الحقيقة. احنا واحنا ساكتين الشاشة اهي، الشاشة قدامكم. طب انت ايدك جابت عاملين لي قاعدين يقسموا كروت حمراء الشباب هنا، ده الكروت اللي خارجة في الشوارع النهاردة، دي أعلام مصر اللي منورة البلكونات، دي إحساس الناس بأنها ما زالت حية. إحنا تبلدنا، إحنا الفترة اللي فاتت فاقدين الإحساس بالقدرة على الوقوف لحظة. الناس بقالها يومين في الشوارع، واقفة في الشوارع، الرئيس مش سامع. بعد شوية في مؤتمر صحفي الساعة 5 في مؤسسة الرئاسة، وسيكون هناك مؤتمر آخر في العاشرة اللي هيتكلم مساعد الرئيس أو مستشار الرئيس، هننتظر هيقول إيه. بس اللي ما يسمعش هذا الشعب مرة أخرى، أكتر من مرة في لقائي بالرئيس مرسي سألته مرتين، مرة لو خرج الشعب قال لي مش هيحصل، ولو حصل ما عودش فيها، والمرة التانية لما قلت له لو شفت خناقة وانت في زيارة للجامعة، وخناقة بين إخوان وبين طلاب ضدك، والأمن قال لك اطلع واستخبى في خطر عليك زي ما بيحصل دلوقتي في كل مكان، قال لي هطلع ولا يمكن أقبل أن تسيل دماء أبناء المصريين، ودماء المصريين تسيل منذ أيام وستسيل، ونتمنى ألا تسيل، نتمنى حفاظا على كل الدماء في ربع العدوية أو في ميادين مصر. كلنا إخوات، كلنا إخوات. في ناس قلقانين من الطيارات دي وبيفسروها تفسيرات مش فاهمينها. عايز اقول لكم ان هذه طائرات استطلاع واستكشاف، دي طائرات قواتنا المسلحة العظيمة، علشان ما يحصلش القناصة بتوع زمان وما نعرفش مين كان فين. الطيارات دي بترصد دبة النملة، لو في نملة بتلعب بيجيبوها، وانتوا عارفين النمل بيحب اللعبة قد ايه. فالطيارات دي عاملة سكان كده مسحة في كل ميادين مصر، لما تشوفوها زي ما بتهللوا هللوا، افرحوا لان ده جيش مصر الذي يحمي شعب مصر. ووعوا وخدوا بالكم، هقول لكم شويه حاجات. واحد، اناشد الاخوه المتظاهرين امام القصر الاتحادي ان يلتزموا السلميه تماما ولا يستدرجوا، اذا اندس بينهم اشخاص او حاولوا افتعال ازمات او استخدام عنف شيلوهم، لان هناك مخاوف حقيقية ان ده يستوجب ويستدعي تحرك المتظاهرين السلميين اللي موجودين في رابعة ويتوجهوا الى الاتحادية ويحدث الاشتباك. ارجوكم دول اخواتكم وانتوا اخواتهم، وفي النهاية نحن نبحث عن الحق ونختلف في اطار سياسي مش في اطار ديني، محدش جرجركم،
مصر دولة إسلامية، مصر الإسلام في وجدان كل مواطن مصري حتى المسيحيين. الهوية من جوة إسلامية، ما تخلوش حد يلعب بيكو. والإخوة اللي في الاتحادية ما تستدرجوش وما تستخدموش العنف، لأن في ناس مستنية اللحظة دي، في ناس هتتحرك لده. منذ قليل تم القبض على 6 في الإسكندرية، معهم 5 بنادق خرطوش، 5 بنادق خرطوش وبندقية رش. أنا عرفت الخبر قبل ما أدخل، مش رش، آلي، مش عارف اسمها إيه، لا اسم معروف كده. أنا مش هقول لأن منتمين لإيه أو كانوا رايحين فين. الداخلية حريصة جدا، لسه مطلعة بيان قالت إن المجموعة اللي اتمسكت ال 15 اللي كان معاهم سلاح، إحنا ما نعرفش دول بينتموا لجماعة إيه ولا التيار إيه. الخبر بيقول ان هم كانوا في طريقهم لربع، الله اعلم، لكن الداخليه ما بتحددش هويات. اتمسك ناس كانوا رايحين ربع معاهم اسلحه، اتمسك ناس على حدود التحرير او في مجمع التحرير كان معاهم اسلحه، اتمسك بلطجيه معاهم خرطوش وبيعملوا قنابل ومعاهم اسلحه بيضاء، نعم حصل. فخدوا بالكم ان في من كل الاطراف من له هوى ان يفسد هذا المشهد الجميل. مصر بتاعتنا كلنا، مصر بتاعت اللي في رابعة واللي في التحرير واللي في ميادين مصر. ما تخلوش حد علشان كرسي ما يسواش، كرسي طلع أو نزل هو كرسي، غالي أو رخيص كرسي، ومهما قعدت عليه يا دكتور مرسي مش هتعيش عليه ومش هتكمل. بس دم المصر غالي ومصر غالية، ومش عيب إن احنا نقول إن لم ننجح في الإدارة. ليس لدينا خبرة، ما تعلمناش، ما حكمناش، ما يحكمش. هطلع فاصل، بعد الفاصل أنا عايز أقول لكم عندي إيه النهاردة. هناخد جولة في المحافظات وفي مصر، نطمئن على أحوال المصريين. مسيرات تتحرك من كل مكان، في مسيرات اتحركت من الرابعة، في مسيرات زي مسيرة الوفد هتتحرك في الساعة 5، مسيرة مصطفى محمود مفترض معادها الساعة 4 بتتحرك في اتجاه التحرير. هنتابع معكم لحظة باللحظة من خلال مراسلينا. النهاردة عندي قراءة تحليلية مع الأستاذ الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم. بعدها عندي قراءة بوجهتي نظر مختلفتين، الأستاذ ناصر أمين الناشط السياسي، رئيس مركز العربي للاستقلال قضاء، أستاذ أحمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. نسمع ونشوف كل عين شايفة إزاي. بس عايز أقول لكم حاجة، سد ودانك وبص على المنظر وهتعرف أنهي عين هي اللي صح. حتى لو طارت رقاب، وحتى لو اتقفلت قنوات، وحتى لو هددونا بالتعليق من رجلينا بعد كده زي ما ببعتوا يقولوا، إحنا مش خايفين. مصر تستحق يا جماعة، احنا ولا حاجة ولا قناة ولا إرسال ولا حد. الشعب في الشارع، ما تتشطرش على واحد قاعد في استوديو. نلتقي بعد الفاصل.
كتب على المصريين أن يتطهروا مما مروا به خلال السنة الأخرانية. أول مرة مصري يقف ضد مصري لم تحدث منذ تأسيس الدولة المصرية القديمة حتى قبل الأسرة الأولى، قبل أن يوحد نارمر القطرين. لم يحارب مصري مصري أبدا. أريد أن أقول أنه هذا الموقف أن يوضع المصري في مواجهة المصري يتحمل مسؤوليته الدكتور محمد مرسي شخصيا. الآن ينتفض الشعب المصري في لحظة من أندر لحظاته. أرجو أن ينال كل منا شرف المشاركة. مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. منذ اللحظات الأولى لتولي الدكتور محمد مرسي مسؤولية رئاسة الجمهورية بدا للكثيرين أن معارضي سيكونون بالأساس من خارج نطاق التيار الإسلامي. بدا حينئذ أن البلاد كتلتين رئيسيتين، الأولى هي الأحزاب والقوى الخارجة من روافد جماعات وحركات إسلامية التوجه، أما الثانية فهي القوى المدنية المتوجسة من الإسلاميين بشكل عام ومن الإخوان بشكل خاص، مضافا إليهم بعض من بقايا النظام السابق المتطلعين للعودة إلى المشهد السياسي. الفارق الضئيل الذي فاز به الرئيس محمد مرسي على منافسه بالجولة الثانية الفريق أحمد شفيق كان دليلا واضحا على هذه الحالة من الاستقطاب، لكن خارطة التحالفات لم تسري وفقا ما كان متوقعا. فبعد حكومات خلت من حضور كافي لأحزاب وقوى إسلامية وتشكيل لهيئة مستشار الرئيس ومساعديه، وجد البعض أنها لا تتناسب مع حجمه. إشارات تتكرر على بداية التغير في المواقف وصولا لمشهدين متزامنين كان ترجمة عملية لهذا التغيير. الأول انسحاب نواب حزب النور بالشورى من جلسات مناقشة قانون الانتخابات لرفض الأخذ بمقترحاتهم بشأن القانون،
والثاني اجتماع عدد من رموز جبهة الإنقاذ الوطنية مع رموز من كبار شيوخ السلفيين في إطار فعاليات ما عرف بمبادرة لم الشمل، لقاء جمع بين عمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي والشيوخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وسعيد عبد العظيم وجمال المراكبي. وحين أصدر الرئيس مرسي إعلانا دستوريا في 21 من نوفمبر عام 2012 كان الجميع على موعد مع واحدة من أشد اللحظات تعميقا لفجوة الخلاف، إعلان تبعه تشكيل لجنة تأسيسية جديدة للدستور تنتهي من إعداده ليصوت عليه الناخبون في 15 من ديسمبر. تجددت الصدامات لتمتد بين ميدان التحرير ودار القضاء العالي ومحيط قصر الاتحادية، وسياسيا يستمر تساقط بعض ممن كانوا قد اجتمعوا على تأييد الرئيس خاصة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، ومن هؤلاء أحمد ماهر وحمد قنديل وعلاء الأسواني، ومن بعدهم بعض من رجال الدائرة الأقرب بمؤسسة الرئاسة سكينة فؤاد وأيمن الصياد وسيف الدين عبد الفتاح وغيرهم من أعضاء الهيئة الاستشارية، إلى حد أثار علامة استفهام بشأن مصير تلك الهيئة ذاتها. لكن النقطة الأوضح في تساقط رجال الرئيس كانت استقالة مستشاره القانوني محمد فؤاد الذي طالما وصف بالمهندس لكثير من قرارات الرئيس، وكذلك الإطاحة بخالد علم الدين مستشار الرئيس للشؤون البيئية. معارض الرئيس محمد مرسي لم يقفوا فرادى طويلا فقاموا بإنشاء مظلة جامعة لغالبيتهم، فتم الإعلان عن تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني قبل نهاية نوفمبر 2012 لتكون طرفا أصيلا في سجال طرفه الآخر الرئيس وجماعته وأنصاره، سجال ذو وجه سياسي واضح المعالم ووجه آخر قانوني يرتبط بما اعتبره البعض اعتداء على سلطة القضاء عبر تعيين نائب عام جديد وثالث إداري يرتبط برؤيتهم بأن الرئيس لم يقدم أداء مقنعا للشعب في ملفات شديدة الأهمية. شد وجذب يستمر ويحول دون إتمام حوار وطني حقيقي، فطارة كان الحديث عن ضمانات لشفافية الحوار وجديته وفي أخرى تذهب أطراف وتغيب أخرى، لكن من عارضوا الحوار مع الرئيس أعلنوا لاحقا قبولهم الذهاب للحوار مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي حين أطلق دعوة بهذا الشأن. دعوى أكد مسؤولون الرئاسة أنها جاءت بالتنسيق مع الرئيس، ورغم ذلك لم يرى هذا الحوار المدعو إليه النور، وقيل ساعتها أن الرئاسة ضغطت باتجاه عدم إتمامه. وبينما السجال متواصل بين الرئيس وأنصاره من ناحية وجبهة الإنقاذ وأنصارها من ناحية أخرى، ظهرت حركة جديدة تمرد تسرعت خطاها بالشارع والتقوا بجمع توقيعات من المواطنين لمطالبة الرئيس بالاستقالة وداعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة، دعوة رآها أنصار الرئيس فاقدة للشرعية وتستوجب الرد، فكان تأسيسهم حركة باسم تجرد لجمع توقيعات تأييد للرئيس، وفيما أسس منخرطون في سجالهم والتمرد في سجال ميداني مع تجرد. خرج صوت المستشار خالد محجوب ليضع علامات استفهام سياسية وقانونية بشأن الرئيس محمد مرسي وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. ياه، كل ده في سنة، كل ده في سنة، ما بنناش حاجة، ما زرعناش حاجة، ما حلناش مشاكل، كل ده في سنة. ده كتير قوي، كتير على الشعب الغلبان اللي عايش طول عمره غلبان وتعبان وكان نفسه يرتاح لما انتخب رئيس مدني، كان نفسه يحس بأمان ويحس بألفة ويحس إن الشعب بقى حاجة واحدة ويحس إن لغة الاستعلاء ولغة التقسيم دي ما عادتش موجودة. خسارة خسارة، كان نفسنا كنا بنحلم. عايز أقول لحضراتكم حاجتين على الهامش. واحد، منذ قليل أذاع البعض القبض على ضابط بالأمن الوطني قناصة معاه بندقية قناصة. هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا، وسيصدر نفي رسمي من المتحدث العسكري بعد قليل في هذا الشأن، كما أبلغني بعض المسؤولين إن مفيش أي ضابط أمن وطني موجود ولا معاه سلاح ولا اتمسك. طيب، الحاجة الثانية المهمة، أرجوكم اللي بيتابعنا على سي بي سي على التردد الحالي اللي هو 11488 أجرنا على الله يخليه يتابعنا. إذا حدث أي شيء، أي شيء احتياطي، خلي التردد ده عندكم ظبطوه. أيضا عليه سي بي سي تردد رقم 10872 رأسي، 10872 ما تنزلها يا عم عمر. 10872 ده رأسي، ترميز 27500 بمعامل تصحيح 3 على 4.
اهو 10872 راسي ترميز 27500 بمعامل تصحيح 3/4. ده تردد تاني لينا اذا حدث اي شيء، ونتمنى ان المسؤولين ونتمنى ان وزير الاستثمار يعرفوا ان خسائر اغلاق اي قناه او مصادره حقها في النقل والتعبير الحقيقي الموضوعي ده إساءة للدولة وإساءة لمصر وإساءة لرئيسه وإساءة لحزبه اللي مش ناقص إساءات. طيب خلونا نشوف مراسلنا إيه اللي بيحصل في المسيرات. هذا المشهد كما ترون، ميدان التحرير عن آخره، لسه المسيرات كمان ما وصلتش. طب نشوف المسيرات، خلونا نشوف طارق أحمد من مسيرة مصطفى محمود. مساء الخير زميلي طارق. مساء الخير استاذ خيري، اسمعك بالكاد نتيجه للصوت العالي من حولي. نعم، منذ قليل، منذ حوالي ساعه تقريبا، انطلقت مسيره كبيره وحاشده وباعداد غير مسبوقه وغير متوقعه تقريبا من امام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، تضم اعداد كبيره من المصريين على مختلف فئاتهم وعلى مختلف طبقاتهم. الطريق والمفارقة حقيقة هي مشاركة أعداد كبيرة وواسعة من النساء ومن الشباب في هذه المسيرة، وككرة السلة تسير هذه المسيرة في شوارع الفصل أحمد عبد العزيز ومنه إلى شارع التحرير الآن، وتنضم إليها أعداد أخرى كبيرة لتتضاعف الأعداد. نحن نسير وسط هذه المسيرة ولا نرى آخرها من أولها تقريبا. أيضا وفي بلكونات العمارات خرج المصريين بالأعلام المصرية يرددون هتاف واحد ومطلب واحد ونداء واحد، هو ارحل ارحل. ايضا استاذ خيري، المصريين في هذه المسيرة يحملون الكروت الحمراء مكتوب عليها كلمة واحدة هي ارحل، ومنهم من مسك بالصفافير ليطلق الانذار الاخير. المطلب الاول والاخير لهذه التظاهرة الكبيرة بالقطع هو رحيل النظام واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. نعم، بشكرك طارق، سنتابع معك المسيرة. وصلتوا لحد فين؟ قدامكم قد ايه على ما توصلوا التحرير؟ طيب طارق واضح انه مش سامعني، خلونا نروح نشوف مسيرة دوران شبرا زميلتي بسنت شحاتة. بسنت، الو، مساء الخير يا استاذ خيري. مساء الخير بسنت. استاذ خيري، يعني مسيرة دوران شبرا مسيرة حاسدة ويعني يسودها الحماس. انطلقنا في الساعة الرابعة والآن نحن أمام الكاتدرائية، وجدنا مسيرة أخرى قابلناها في الطريق وسنتجه إلى الاتحادية. الجميع يحمل في يد علم مصر في اليد الأخرى الكرت الأحمر، ولا يوجد أي هزات سيرحل. يعني المسيرة حسنة جدا، لعلها تكون من أكثر المسيرات عددا منذ تغطية لحظات الثورة يعني حتى اليوم. نعم، بشكرك بسنت، سنتابع معك حتى الوصول. مش عارف هيبقى رأي السيد مستشار الرئيس إيه اللي كان شايف ان ال 38,000 واضح انهم لسه بيتجمعوا. اذا كانت المساله بالعدد، واذا كان العدد بالامس كان له دلاله، اذا كانوا اللي في رابعه 375 وهم اخواتنا واهالينا، واللي في التحرير واللي في الميادين 38,000، طيب اذا كانوا بالملايين ماذا يعني عند السيد مستشار الرئيس؟ هل هذا يعني شيئا؟ طيب اروح لزميلتي الاء جويش في من امام الاتحاديه. مساء الخير الاء. مساء النور. الآن الساعة الخامسة وبدأت الأعداد تتزايد منذ الصباح، كانت الأعداد قليلة وكان الجميع في انتظار المسيرات التي سوف تنطلق من المساجد أو من الأماكن التي أعلن عنها. أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين أتوا إلى الاتحادية حتى الآن جاءوا بشكل فردي، وإن جاءوا تجمعوا على فترات على مراحل، لكن عندما سألناهم معظم المسيرات التي حضرت حتى الآن لم تكن ضمن المسيرات الكبيرة أو ضمن المسيرات الأساسية
التي اعلن انطلاقها الساعه 4 من الاماكن، لكن هم تحركوا في الساعه مبكره قليلا عن الساعه 4، وصلوا منذ قليل الى الاتحاديه. الجميع بيرفع الاعلام اعلام مصر. تم توزيع الخطوط الحمراء على معظم المتظاهرين سواء بشكل مقابل مادي او ببلاش، يعني من غير اي مقابل مادي، وبداوا يكتبوا عليها بعض العبارات المطالبه برحيل النظام ومطالبه برحيل الرئيس واجراء انتخابات رئاسيه مبكره. بالنسبه للناحيه التامينيه، اللي بيقوم باجراء العمليه التامينيه من ناحيه المظاهرات هم المتظاهرين، عاملين بعض اللجان الشعبيه التي تقوم بتفتيش المتظاهرين في اثناء دخولهم وخروجهم من شارع المرغني. اما من ناحيه من داخل القصر فهناك قوات الحرس الجمهوري بتقوم بتامين القصر من ناحيه من الداخل، لكن من الخارج في جدران الخرسانيه الموجوده منذ ايام ما زالت موجوده، وبعض في ادوات استخدمت كثيرا من جانب المتظاهرين كالسبول والصافرات لاطلاق صافرات انذار للنظام. كذلك ايضا بداوا يستخدموا على الحديد على الجدران الحديديه الموجوده بجوار الجدران الخرسانيه امام القصر. حركة المرور مغلقة في شارع المرغني من يعني للقادم من شارع الخليفة المأمون إلى المرغني، بتنتهي حركة المرور أمام في منتصف سور نادي هليوبلس، وللقادم من شارع صلاح سالم إلى المرغني تنتهي مع بداية سور قصر الاتحادية. نعم، بشكرك آلاء جويش من أمام قصر الاتحادية. ولنذهب إلى مسيرة وزارة الثقافة، زميلي حسن معتز. مساء الخير يا حسن، ماذا لديك؟ مساء الخير يا أستاذ خيري، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. المسيرة تقف من امام مبنى وزارة الثقافة من شارع شجرة الدر تمام الساعة 4. احنا دلوقتي وصلنا لشارع شارع الجزيرة حاليا. المسيرة بتسير ببطء. الو، ايوه سامعك. المسيرة بتسير ببطء يا استاذ خيري. في تأمين من الشرطة مع المسيرة. في فنانين كتير اغلبهم الاستاذ خالد يوسف والاستاذ خالد الشاوي ومحمود قبيل وهاني مهنا، عدد كبير من الفنانين والمواطنين. المسيره هتسير على دار الاوبرا، ثم بعد ذلك سوف تذهب الى ميدان التحرير. ايه شعارات المسيره يا استاذ حسن؟ يسقط النظام وارحل. بس يبدو الهتافات على اصوات الطبول. طيب، بشكرك جدا زميلي حسن معتز. فلنذهب الى ربع العدويه، حيث هناك انصار الرئيس الذين يدافعون او يقولون انهم يدافعون عن الشريعه والشرعيه. زميلي الاستاذ سعيد حجازي مراسل جريده الوطن من ربع العدويه، اهلا بيك استاذ سعيد. مساء الخير استاذ خيري. مساء الخير. يعني ما نجده الان هو انهم يقولون ان ما يحدث الان هي لله هي لله. ملاحظ توفد عدد كبير جدا جدا من المحافظات ومن قيادات الاخوان من شباب الاخوان ومن التيار الاسلامي بشكل كبير. ملاحظ ان الاسر اتت باكملها من النساء والاطفال والشيوخ. لو حضرتك سامعني هتسمع ان هو كلامهم حديثهم كله حول الجهاد، حول ان الامر كله متعلق بانها أن الأزمة هي أزمة مشروع إسلامي وخلافة إسلامية، وليست مشروع حول تغيير رئيس أو اعتراض على سياسات معينة. هل تلمع على المنصة أي قيادات إخوانية؟ يعني أنا بعيد الآن من المنصة حتى أستطيع أن أتحدث مع حضرتك، ولكن منذ فترة قليلة لم يأتي أحد من القيادات. دعني أوصل لحضرتك أيضا أنه كان هناك حالة غضب لعدم وجود قيادات إسلامية منذ الصباح. ولاحظنا ان بعض قليل من المتظاهرين بدا ان هو يعني يذهب الى البيوت مره اخرى، ولكن الان نجد ان هناك اوامر بالرجوع والحشد مره اخرى. معلومات اكدت لنا من قيادات التيار الاسلامي ان الرئيس محمد مرسي طلب منهم عدم التحرك لقصر الاتحاديه خلال الاجتماع بتاع امس، والبقاء في ربع العدويه لتأييد. بشكرك جدا زميلي سعيد حجازي مراسل جريده الوطن من ربع العدويه. فلنذهب الى التحرير، وما زلنا في انتظار كلمه الرئاسه او بيان مؤسسه الرئاسه الذي كان محددا له في 5 مساء. بروح لزميلي محمد رزق مراسل سي بي سي من ميدان النصر، ميدان الفرحه، ميدان
ميدان ايه؟ ميدان الحرية، ميدان التحرير. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا استاذ خيري. صف لي، نحن نرى المشهد، لكن ماذا لديك من تفاصيل من داخل الميدان العظيم؟ هناك ازدحام شديد في ميدان التحرير، ولم تأتي حتى الآن مسيرة صبرا ومصطفى محمود. كما اتجهت من ساعة مسيرة من ميدان التحرير إلى قصر الاتحادية بقيادة أسطر الأهلي. وسوف تتحرك مسيرة صبرا من ميدان التحرير إلى الاتحادية، ولكن بعد أن تأتي جميع الاستمارات المقرر لها المدينة في ميدان التحرير. انتشار برد. نعم. كما تنتشر في الوقت الإزعاج المتظاهرين من حالات الاستماء نظرا للازدحام الشديد وارتفاع درجات الحرارة. نعم. بشكرك محمد رزق. نروح الفيوم لزميلي محمد عمر المراسل محمود عمر. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا خيري. اهلا بيك. ماذا في الفيوم الان؟ الفيوم الان يا خيري، ابتداء رغم درجه الحراره العاليه بعد صلاه العصر مباشره انطلقت المسيرات من جميع مناطق الفيوم، من الخواتم، من الشيخ حسن، من السواقي، وتجمعت كلها دلوقتي الاف داخل ميدان السواقي في الفيوم، محطوط اكثر من 15 ستات كبيره، اطفال، موظفين، فلاحين، كلهم بيهتفوا باسقاط النظام واسقاط الرئيس محمد مرسي. نعم. الاعداد كبيره؟ اعداد كبيره جدا يا خيري. اول مره في يوم حتى ثوره 25 يناير ما كانش فيه الاعداد ديت، يعني اعداد كبيره واعداد غاضبه جدا واعمار مختلفه واطياف مختلفه من الشعب في الفيوم. طب بشكرك محمود عمر. نروح اسكندرية لزميلتي نسرين فؤاد. اهلا نسرين، ماذا لديك في العاصمة الجميلة؟ يعني منذ قليل او منذ ساعة تقريبا تحركت جميع المسيرات في الاسكندرية، يعني من ثمان مناطق او من ثمان مسيرات من مختلف مناطق الاسكندرية جميعها اتجهت الى ميدان سيدي جابر، محطة قطار سيدي جابر. هناك يعني الاعداد تقدر بالالاف، حقيقة الاعداد تفوق، يعني كما ذكر زميلي تفوق الاعداد التي في مظاهرات يعني ثورة يناير. الجميع هنا يعني يحدون كلمة واحدة، ارحل ارحل، يعني يسقط حكم المرشد. المشاركون من اطياف مختلفة من المجتمع السكندري، هناك الشباب وهناك الرجال وهناك السيدات وهناك الاطفال، جميعا يطالبون بمطلب واحد وهو اسقاط النظام الحالي والدكتور محمد مرسي. يعني من الشواهد التي لاحظتها اليوم وجود طائرات الاباتشي تحلق على مستوى منخفض جدا من اماكن التظاهرات ومن مسيرات الاسكندريه التي خرجت من القائد ابراهيم ومن مختلف مناطق الاسكندريه حتى الاعتقال هناك. يعني لاحظنا ايضا ان هناك بعض الخيام يتم نصبها الان امام محطه قطار سيدي جابر لاعلان الاعتصام هناك حتى رحيل النظام الحالي. يعني ايضا هناك يبدو ان هناك مصالحه بين الشعب السكندري وبين رجال الشرطه، وهذا يعني وضح منذ ان يعني راى عدد من المتظاهرين رجال الشرطه متواجدين، رجال المرور المتواجدين على يعني تنظيم المرور الذين حيوهم تحيه كبيره وبداوا يقولون الشرطه والشعب ايد واحده. ايضا عند المنطقه الشماليه العسكريه عند وصول المسيره القادمه من القائد ابراهيم قام المتظاهرين بتحيه القوات المسلحه او قوات الجيش المرافقه داخل المنطقه الشماليه العسكريه، وايضا بداوا يرددون الجيش والشعب ايد واحده. هناك عدد مروري تام في الاسكندريه الان تشهد محافظه اسكندريه جميع الطرق يعني مقفله تماما، سواء شارع ابو قير وهو شارع رئيسي في الاسكندريه او شارع بورسعيد الذي تمر فيه المظاهرات الان في طريقها الى سيدي جابر، وايضا شارع الجيش وهو شارع كوميس الاسكندريه. هناك شلل مروري تام. من الملاحظ ايضا انتشار يعني عدد كبير جدا من سيارات الاسعاف بالمنطقه جميعها منذ يعني القائد ابراهيم مرورا في شوارع المؤديه الى المسيره النهائيه او الاتجاه النهائي للمسيره وهي منطقه سيدي جابر، عشرات من سيارات الاسعاف تحسبا لوقوع يعني ان شاء الله ما يقعش حاجه. بشكرك نسرين. سنعود إلى اسكندرية مرة أخرى عندما تكتمل المسيرات في ميدان سيدي جابر. نروح الشرقية حيث زميلي حيدر خدير. أهلا يا حيدر. مساء الخير أستاذ حيدر. مساء الخير. دلوقتي حاليا أنا في وسط مسيرة متجهة من الجامع الكبير الآن، متجهة من مسجد الفتح لتنضم إلى محافظة
الى مقر ديوان عام المحافظه. نعم. يمكن النهارده كان في 5 مسيرات بعضها لم يقف حتى الان. خلاص المسيرات هي مسيره من مسجد الفتح، مسيره من مسجد القدس، مسيره من مسجد مكه، مسيره من مسجد الصراعه والمسجد الكبير. حتى الان وصلت بعض المسيرات، وصلت مسيره مسجد البخاري ونقابه المحامين ومسيره مسجد الفتح. اما مسيره الصراعه والجامع الكبير وجامع مكه فغالبا ستكون في محيط ميدان احمد عرابي. حتى الان لم تحدث اي مشكلات، ولكن الاعداد تبدو مكتمله نظرا لعدم يعني حتى الان لم تسقط في ضوء الشمس بشكل كامل. يعني الحر يمكن يكون منع بعض الناس، ولكن على السادسه تماما سيكون اعتقد بهذا الشكل ستكون حجم التظاهره اكبر من امس بمرات كثيره. تمام، شكرا حيدر خضير من الشرقية. فلنذهب إلى المنوفية حيث زميلي محمد عيطة. أهلا يا محمد. محمد عيطة قفل المنوفية بتقطع الخطوط. نروح لمحمد سلامة في الغربية. زميلي محمد أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ خير. مساء الخير. احنا في مدينة المحلة دلوقتي ما زال الحشد مستمر في ميدان الشون، والهتافات المطالبة برحيل النظام والرئيس مرسي ما زالت تعلو في ميدان الشون، ومن حين إلى آخر بيصل عدد من المسيرات لتنضم إلى المتظاهرين في الميدان. هذا الوضع الآن في مدينة المحلة، بالإضافة للطائرات العسكرية التي تطوف من حين إلى آخر في سماء المدينة لتأمين الحفظ السلمي للتظاهرات. نعم، بشكرك محمد سلامة من الغربية. نروح السويس مدينة البواسل. خالد جمال، أهلا خالد. مساء الخير يا أستاذ خيري. مساء الخير. منذ قليل يعني توقفت عدد من المسيرات على ميدان الأربعين هنا، يعني كل مكان في مدينة السويس عدد المسيرات هنا في مدينة الأربعين تقريبا المواطنين من كل الأعمار ومن كلا الجنسين، رجال ونساء وأطفال وشيوخ ورجال، الجميع هنا لا يحمل أي تناقضات أو لافتات حزبية أو سياسية، الجميع هنا يرفع علم مصر فقط، الجميع يردد هدافات عديدة وبعدها يعني أو تنتقد جماعة الإخوان المسلمين وتنتقد النظام الحالي والمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وتسليم الرئاسة لانتخابات رئاسية مبكرة. ولكن الوضع بشكل عام في مدينه السويس يعني يشمل الهدوء وسط انتشار مكثف من قوات الجيش الثالث الميداني امام المنشات العامه والشعبيه هنا في مدينه السويس، وسط ايضا تحقيق مكثف لمروحيات التابعه للقوات المسلحه، وسط هتافات المتظاهرين الجيش والشعب ايد واحده. بشكرك زميلي خالد جمال، ولنعود مره اخرى الى المنوفيه الى زميلي محمد عيطه. يا محمد كيف حال المنوفية؟ يعني الحقيقة خيري حال المنوفية الآن إنه مئات والمتظاهرين ويمكن يعني العدد يقترب كمان من الآلاف يتجمعوا في محيط مبنى المحافظة، ولا تزال المسيرات بتتواصل قادمة من جميع أنحاء المحافظة ومن أكثر ومن مراكز بعيدة كمان عن مركز شبين الكوم أو مدينة شبين الكوم حيث بيقع الاعتصام. بيواصل اعضاء حمل التمرد وسط هذه الاجواء جمع توقيعات من المتظاهرين على استمرار التمرد، وتم الاعلان عن اكتمال اغلاق جميع المجالس المحليه بجميع مراكز المحافظه، وكده بتكون المنوفيه يعني هي اول محافظه بتعلن الاعتقال المدني كاملا في جميع انحاء المحافظه. الطائرات الهليكوبتر التابعه للقوات الجويه بتواصل تحريرها في اجواء الاعتصام، وده بيؤدي الى يعني المتظاهرين بيحيوهم وبيهتفوا بهتاف الجيش والشعب ايد واحده وب يعني حلف اليكيشي. نعم، بشكرك محمد ابو عيطه من المنوفيه. لدينا اخبار عديده، ما زلنا حتى الان يا جماعه الرئاسه لسه ما نقلتش المؤتمر. طيب، قالت ان المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه هيعقد مؤتمر بقصر القبه في تمام الساعه 5 والثاني في 10 مساء، لكن يبدو ان الاوضاع مش عارفين ايه اللي حاصل. المشاهد اللي احنا شايفينها معبره تماما عن غضب كبير في الشارع المصري. ايضا هناك تأييد في ميدان ربع العدويه كبير، في حشود كبيره في ميدان ربع العربيه العدويه تؤيد شرعيه الرئيس محمد مرسي، وان كان الخطاب هو خطاب عن الاسلام والشريعه،
وأريد أن أسأل إخوتي وأبناء عمومتي وجيراني وإخواتي في هذا الوطن وفي الإسلام، كل دول ضد الشريعة؟ لو دول كل دول، لو الشعب المصري اللي انتم شايفينه ده ضد الشريعة، لا مش ممكن نطبق الشريعة، مش مستحيل، مستحيل نبقى مسلمين، مستحيل يبقى هذا الوطن إسلام. لو المساجد اللي انتم شايفينها في مصر وصلاة الجمعة اللي ما بقاش في مكان تصلي، الناس عادت بتصلي في الشوارع، اللي هم الشعب ده، دول ضد الإسلام؟ كل ده عشان كرسي؟ الكرسي ليه آليات، ليه آليات في السياسة، ليه آليات بانتخابات واستفتاءات واستطلاعات ومظاهرات واعتصامات، كل دي آليات موجودة وآليات ديمقراطية هي التي أتت بالرئيس. أن تتحول المسألة، وخدوا بالكم أرجوكم اسمعوا، الحروب التي تقوم على أساس ديني بتبقى لخدمة أغراض. احنا ما عندناش كفار في مصر، وما فيش حد ضد الإسلام في مصر، ونحن جميعا مسلمين، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. حتى إخوتنا المسيحيين عايشين في هذا الوطن منذ آلاف السنين ويحترمون طبيعة وهوية هذا الوطن. ما تخلوش حد يضحك عليكم، ما تخلوش حد يضحك عليكم، هذا خلاف سياسي ستحسمه الآليات السياسية مع الرئيس أو ضد الرئيس. الشعب هو الفيصل، والشعب الذي يأتي، الشرعية الوحيدة الدائمة هي شرعية الشعب، دون إراقة دماء، بكل سلمية، بكل احترام، بآليات طبيعية، دون أن نستغل الإسلام كي نحافظ على الإسلام. أطالب كل الأطراف وأتمنى وأدعوها وأرجوها أن كل مصري يخلي باله من أخوه المصري، وأن ما حدش هيبقى كسبان لما في دم يراق، ولما نهد مؤسسة، ولما نحرق مبنى، مفيش حد مع ده خالص. مالها السلمية؟ ده السلمية حلوة، هي السلمية ما ماتتش، اللي قال لكم خالتك سلمية ماتت من زمان كان بيضحك عليكم. السلمية هي السلاح الأقوى، في قوة في السلمية، في قوة في السلمية. هذا الاحتشاد اللي انتم شايفينه، هذا الوجود العظيم في كل محافظات مصر بيقول ايه؟ بيقول ان الناس زعلانة من هذا الحكم. لا، هي مش زعلانة، الناس رافضة هذا الحكم، الناس وصلت الى حالة من اليأس مع هذا الحكم. حقهم انهم يطلعوا يقولوا الرئيس هيعمل ايه بقى؟ احنا بنستنى. هما بيقولوا انتخابات رئاسية مبكرة. النهارده في تصريحات كتير، اوباما والولايات المتحدة الامريكية بدا خطابها يختلف. النهارده احمد عمران مستشار رئيس للتنمية المجتمعية بيقول ادعو المتظاهرون للالتزام بالسلمية، وسنرد بقوة على استخدام العنف والتخريب. بس هو الاهم منه الصفحة الرسمية للحرية والعدالة اللي بتتكلم عن، بتقول ان غرفة عمليات موجودة للدفاع عن الاتحادية في منطقة قريبة من الاتحادية، في حال فشل او اخفق الحرس الجمهوري والشرطة. طيب ما انت بتدي نفس الحق للاخرين، ان اذا هم، طبعا انا ضد الاعتداء على مبنى الاتحادية وعلى اي مبنى في الوجود صغير او كبير، خاص او عام، لكن ده الدولة اللي تعمل ده. في اللحظة اللي كل طرف هيرى ان الدولة عاجزة عن انها تقوم بدورها فيقرر ان يقوم بهذه المسؤولية، بقت حرب اهلية. ولو حصلت حرب اهلية، ولو حصل هذا الصدام، مش هيعيش لكم نظام، والوطن ده مش هيستقر ابدا. خلونا في الآلية الديمقراطية، محدش عايز عنف، وناشد كل الاطراف ان يحكموا ضمائرهم في هذا الوطن. مصر الابقى والكرسي غرقان صابون، اللي ما هيفضلش واقف عشان يخدم الشعب، واللي هيغتر بالعربيات وبالحرس وبستين عربية وبملايين انفاق وباكلات بتيجي منين ومنين وعز وفخفخة وحاجات كده، ما بتدومش. لو كانت دامت لغيرك ما وصلت اليك. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنواصل معكم متابعة لأحداثنا، وهستقبل ضيف العزيز الأستاذ الدكتور المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، فانتظرونا. We'll be right back.
مصر، جيش مصر، الشرطة، القضاء. شعل الفتن بين الشعب والجيش والشرطة. لأول مرة أو لتاني مرة بيتكلموا لغة واحدة، هي لغة استرداد الوطن، هي لغة استعادة أهداف الثورة من جديد. مصر اللي دفع أولادها أغلى شبابها ثمن التخلص من نظام سابق بالتأكيد ستسعى إلى الحرية من جديد. مصر التي اغتصبت خلال الشهور اللي فاتت بالتأكيد كل المصريين هينزلوا هيتكلموا لغة واحدة. مصر ستظل دائما هي الأهم، أهم من الأشخاص، أهم مننا جميعا، كلنا إلى زوال. أمنياتي أن الثورة اللي شهد بها العالم وقال أنها أشرف الثورات في تاريخ العالم أن هي تتجدد تاني وبسلمية وبشكل أيضا يعكس صورة مصر الحقيقية.